تماشيا مع النهج الحكومي وتوجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن بدء إجراءات تسليم عقود الانتفاع ل 498 مستفيد من قسائم مشروع مدينة شرق الحد اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد اكتمال جهوزية القسائم وتوصيلها بشبكة البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يؤهل المواطنين للشروع في بناء وحداتهم. وقال الوزير إنه وجه إدارة الخدمات الإسكانية إلى ضرورة تسريع وتسهيل إجراءات تسليم عقود المواطنين، مؤكدا أن خطوة تسليم عقود قسائم شرق الحد تمثل إنجازا جديدا باعتبار أن ذلك يعد مؤشرا على تقدم نسب الإنجاز في مدينة شرق الحد، فضلا عن تلبية تلك القسائم لعدد كبير من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار. وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن برنامج زمني بشأن توزيع 5000 وحدة سكنية جديدة تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد خلال الملتقى الحكومي الذي عقد مؤخراً.